Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya induk itu das menggunakan api gerbang itu ya bawah ya das itu menjadi mak ya itu ya Allah SWT yo korengkan dan apa yang gerbang itu yang boleh mak ya faham Quran sunnah jabit yang boleh muri yang boleh muri qala al-musannif rahimahullah ta'ala min al-iman bi al-kutub al-iman لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بالمصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنه يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا فهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف والمعاني المعاني دون الحروف نعم مصنف ليودن في القرآن كلام الله القرآن يطلق على معنيين القرآن هو لدون معنى أولا يطلق ويراد به القراءة كأنه يا قرآن لا تفادكو قراءة جاء كنه قول الله جل وعلا إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر المقصود بالقرآن هناك القراءة جنجي متجي إن قرآن الفجر معنى قراءة الفجر كان مشهودا كان يطلب القرآن ويراد به العلم على هذا الكتاب المنزل من عند الله جل وعلا المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة من وضوء ونكفى ما يكون يبدل في منكم قرآن بمعنى العلم على هذا الكتاب المنزل إذا وإن معنى جديد قرآن أرد نعم إذا يعني كفى ما كنكو إن دي جبتر جبنا لن يهورن الأب صلى الله عليه وسلم كدو ونكفى له القرآن نعم إذا أقيلة أهل السنة والجماعة وأن من جاء يكون بنقل الله ندفت ما قال عن الإيمان بأن القرآن كلام الله قل لي هن من لم يؤمن بأن القرآن كلام الله هل لا يؤمن بالله ولم يؤمن بكتبه مقول لنا أن القرآن ويوتر الله أو قولنا الله تعالى قولنا دفت الله وإن جل وعلا قل من شأن ما لا يقول قلنا الإيمان بأن ومن الإيمان بكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله نعم القرآن والمقصود به العالم ناقرا نعم إن القرآن كلام الله جد إنه آية هي ولد القرآن فأجروا حتى يسمع كلام الله كذلك وكلم الله موسى تكليما يكون هذه الآية جد وندم القرآن قال الله سبحانه وتعالى وأن الله يتكلم يوندم الله سبحانه وتعالى وهو أولي نعم كلام الله منزل من القرآن من مجبنا dunno kan jogi dari dadi heew je ay mudu e mul nazalahu ruhul qudus manazal qur'an ruhul qudus mana jibril cipin dafter nak cipin ala lillah jalla ala kadhalik wa inni tabaraka alladhi nazzala al-furqan ala 'abdi ngon ko cipin al furqan ruhul ko cipin ala manazal takkanu ghayru makhluq mana nataka na qur'an laysa bi makhluq li'annahu sifatun min sifatillah وصفات الله جل وعلا تابعة لذاته قرآن ناتك وشار قرآن كصفة صفة الله جل وعلا جن صفات الله دي وجب جكت لذات مكو وانو فوق تيرا نوانما ذات الله ناتك الصفة مكو دي ناتك جن قرآن مجال صفة الله جل وعلا جن قد هلي وانا قتك وصفة مراد صفة الله سبحانه وتعالى اتوتى الله سبحانه وتعالى ونبيه غير مخلوق مناتك minu bada aka makko woni qur'an an buddi qur'an an ka allah wa ko yuri wa allah wa ko buddi mo na ko allah wa ko wuli mo ndon ko ndi ay binde ji al sunna wal jamaa te de mo allah tan da kad haqqa al qawl minni hada al qawl wal qur'an mana ko ka al ayat da kad haqqa al qawl minni wa li allah subhanahu wa ta'ala yaqul ndon ga be makko yuri minni minna mana ko ibtida maka وإليه يعود كما قد القرآن هو تلك منافيات الزمان القرآن يرفع
القرآن يرفع أنه معنا إليه يعود ومعنا أنه وندم كآخر الزمان القرآن يرفع إليه أرى يقول هذا هو القرآن هذا نفس القرآن هذا هو من جاسنا جتي قلت له القرآن معنا كنت إليه يعود معنا إليه يعود القرآن لأنه صفة من صفاته يعود إليه وصف القرآن لأنه صفة من صفاته أنه معنا بوكتي إليه يعود معنا لأنه صفة من صفاته فإليه يعود وصف القرآن نعم وأن الله تكلم به حقيقة يولم الله سبحانه وتعالى ويوتي القرآن إهور حقيقة كان متكول ولي الله نقول إنه خلافا للمعتزلة والجهمية معتزلة الجهمية بين الله سبحانه وتعالى لا تكلم الله وحده كان مكوا متكا وتب هذا كان جبريل جبريل وولي نو كوتكا كوميما سيدهم بينهم إنا جعلنا القرآن عربيا بين القرآن جعلنا القرآن عربيا من أخرقنا قد جعلنا القرآن خلق جعلنا القرآن عربيا من أخرق رد قلتين قلتين قوان دي من آكنا تجعل هاري قوان تخلق بل جعلهم تأيكم مفعول جديد يقول لتأمونه هاري ليس بمعنى خلق هاري كل معنى وضح ولا صيّر كل يوم معنى جدا وجبته إنا جعلنا من وضحنا وبينا القرآن العربية نعم لأنه خلق سيدهم سويني أخلق على وقتك ذلك بين الذين جعلوا القرآن عظيم بين وقت بين أنه قتاك بين تاكي قرآن لا 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 الذين جعلوا القرآن عظيم لو أتاك دمهم دمك هاري وتيتيك وخلق القرآن عظيم هذا لا وهكذا إذا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تجعل دونك ولا تخلق يدك إذا هري جعل مزواني يقول لي مفعول جديد هري ليس بمعنى خلق بس يقول لي مفعول قوت وكما أخي بجوني وجعل الظلمات والنور وانجعل فمعنى خلق أما سيقول لي مفعول جديد هري بمعنى وضح وصير وبين صفة النور معنى جوارت أقول لك إذا أمرا حجة إذن لا وهكذا كذلك الجهمية كم من جهمية كنت منتزل الجهمية بإني الله وقتا لذا نوري أنه آية كانت شبه نعم كذلك مجال عندي بكبان الكلام الله الكلابية كلابية مناب جوكو بين عبد الله ابن كلاب ودوني أصل عشائر أصل عمال العشري هل يرمكو كلابي أبو الحسن الأشعري على كل لاب ينكت وهو يكي مذهب كل لاب وماري بسين جنور ماكو مذهب اندام بالما هو لكل لاب يا أشعري فإذا البدن لكو هيكو يفين لي جمع بني بيدو كم بكني بإني كلام الله مناكو لازم لذاته أنا الله سبحانه وتعالى كلامهم إمو سفتريمو فيو أبدا وأزلا ونو ونكو بفاريدون هذا ماكو هين التنتاب هين تنتاك كو جزء واحد هان مكة مناكو قونة ووتن هين تنتاك وانا هابا تاين داري قلو كنقل هرينيها كالله سبحانه وتعالى أولا دم موسى كالله أولا دم موسى وكلم الله موسى تكليما موسى نانيك الله وليكو هرين يلزم من قوله أن موسى سمع جميع كلام الله لأنه كلام الله أزلك أبد لازم لذاته كو جزء واحد هرين قونا دم قوت ونانيكو قل لي واني كلف الله واني كلف الله ولا تواني هذا باطل وفي دار الكفر كذلك هري نو واني به وندم كذي كو الله يمركم كدو مهلك دي هاي ولا تقربوا سينا يقيموا صلاة وقود كي كلام الله كو أزل تكلم بي أمانا كو أبي أبدي كذي كو جزء واحد هري فوق قود أقيموا صلاة لا تقربوا سينا يقود الكلابية فرانو فوق ينتقل انه قوان لما الله ورده
kuno me fani yota de mundu woni e dedo majjal hakki na taw de hon subam be bon be ni sha Allah inni Allah wa la hala undu kay hito e hasaw haraka de wole sa de fala wulude hara yanzam min ay kuna bi lisan wa ala wa fa mana hara sinni Allah wole hito e hurufe de wala so wole sa de fala wulude hara wandike ene ngal sunna wa hare Allah on mari denga dimisa o mari to dono kam be hala kam ko be fa ko hala taka don be woni fa amri hala Allah kan jalla ala kam be fi gonde ma hala be dum toni e denga be ko nandi on bay to e na be Allah on jalle ni ni wala kan on do me le to hadi do ba ni mari denga ni mari toni ni mara o e on bida ka sunna don no ka de ko hayre ko sanne ne de gonala sallallahu alaihi wasallam de sanne ne anna dela Allah demari denga demari tuma gumbi de yom qiyama guri di wuri guri ni namari denga namari toni tani undo wani unde unde ko taga taga na wola mara denga mara toni taga ta ko donno undo wada unde hakke mako ade hakke mako yen na wola ta wada be haram sugi denga de toni e ko nandi ay kam ko be ban wolu haraka o har taga do mi yenti be tiri ni haram Allah ka jalla tayunna butu Allah ri lese ka min dishi wa sana dasu mana muwla ko nasi bada daga ate imonana nas ko taga ate kan ya ra wa hare wati ke resi ba ni mpa sima ko ko be mi do ka do na sai mi ta mi tini sama hare sam ya ta ara ara ko ri ya ka ji da hudu ra kala ko be na mi ni sima ya ha ko tini ya ara ko ri ido ko ngol ma ko ji hono ha da ko ba ba ni da Nah, jangan kau tuh bedo dundi katakan kalau Allah Taala. Wanah Al-Quran dari Anzalahu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah hakikatan, kau itu hakikatan Quran ala Al-Ash'ariyah. Dan mengambil, begitu bila Allah berkata, kau kalam kalam nafsi, kau hala kau wandai kau wandai saut, hala muka kau wongki, ngam. Abbara bihi Jibril. Jibril o wawulu makna kongko woni ka wonki Allah Ta'ala. Ona ka suhabi yari are landan are bekam be asyari be wonde ma Allah wole kon hala ka wonda hito wonda ha kon ka wonki Allah Ta'ala ala Jibril wawulu woni ibara kala la ogura woni jamde do ko ibara kala la kama se mana Jibril kon ti wawulu makna wa Allah fami wonde ko tay wonata Jibril wole kon ko mono wala ni tarte ma Jibril kono Jibril andi ko ko woni fi nafsi Allah jalla wa ala tay abara ke mari baba ko Allah andi ono ni erno Jibril andi no ko mo wala ni mo ba Allah wala ta ko mo gambo bani ko ni gambo ki Allah jalla wa ala bana so ba ida hada su'al yus'alu anhu al ash'ari in do wonde ma Allah ta kala kalam nafsi kadhalika rawati ke wonde ambo mo ko holo beti ndo bono yo mera ta ki le bono ta ko me mo bo jogete dar sama ta kalima mo bo jala ka ma ngi ma uga ko no ata ko wol o ata wol mo bo manam mo ata wol ha ka no ka der won ki ma ko boy ko no o ata wol se de mu ta de ni mo win si ko jango ma win ko no o ata wol ara o ta sama ta kalima ko dum be wadi amma ja do ka na khas na o billah tay Allah ay bihiri آلهة المشركين بأن لا تتكلم من دم الهولة بجابة بدون أي ذنب قل لي هذا عين كون يترك بدم بي الله تعالى لكم أجرنا وهذا الله حقيقة لا كلام غيري لا يمتلك لقودي ولا جوز دقتاك إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن سلتاي النظر واندما يمتلك الله بما قرانا وحكاية عن كلام الله الحكاية ونقل عين المحكي مثل هيك نقل عين المحكي ماذا تنجوني ايه ثاني جوه تقولي دو كونغول يكيران مول نوول نوت هيك هرى افيل تو كونغ اولي كوني جوني المعلم يدرس الدرس انغلي يا المعلم يدرس الدرس نوت هيك مفهوم نوك هيك اما العباره نقل نقله بالمعنى
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.